في مشهد عظيم صوره شاب بالصدفة، ست وجوزها كبار في السن بيبيعوا طين شوكي، والست قاعدة جنب جوزها بتشله بالملقاط الشوك اللي دخل في إيده. يا سلام على دي صورة، ويا الله على المودة والرحمة. ست جدعة وبنت أصول، مش بتستحمل بس شوك الأيام ووجعها وبس، لا دي بتشيل الشوك من إيد جوزها ورفيق عمرها بملقاط، بصبر أيوب، بحب ورضا وخوف على جوزها وسندها وظهرها اللي انحنى ظهره من التعب ومن الشقة. هم في حرب، في حرب مع الحياة، بيحاربوا سوا كتف في كتف. في ناس يا جماعة ما تعرفش حاجة عن الحروب دي، عن القناعة والرضا وبق الماي الحلال، عن لحظات الشقة في عز الحر اللي بتهون وسط المودة والقرب، عن الحب اللي في العيون واللي بيظهر وقت الشدة وبيزيد وقت التعب، عن ضحكة الرضا بالمقسوم، وعن الحمد لله أيا كان الحال. الست الأصيلة سند، والحياة زي المركب، علشان تمشي لازم يكونوا اللي جواها فاهمين بعض، بيساعدوا بعض في التجديف. مفيش إيد واحدة تقدر تمشي المركب مهما كانت قوتها وخبرتها، وعلشان ده يحصل لازم يكونوا متفاهمين وعندهم الحب اللي يكفي. لازم نساعد بعض ونقدم كل اللي في ايدينا علشان المركب توصل بامان وما تعطلش في نص الطريق. ورا كل راجل شال الهموم على كتفه وقدر يكمل، ست عظيمه سهرت وشالت وسندت، دفعت وواجهت وكملت وما اشتكتش. ورا كل نجاحاتك في الدنيا ست اتحملت كتير جدا ولسه صامده ومكمله، لسه قادره تشيل من تاني، لا بتكل ولا بتمل. واجب علينا نتكلم عليها قدام الملايين، واجب نتكلم عن كل ست شريفة ومكافحة وقفت جنب جوزها ومهمهاش الظروف وكانت ونعمة السند، اختبار المودة والرحمة اللي ربنا ذكره من فوق سبع سماوات. الست الأصيلة دي طبقته بالحرف، وكانت القلب الحنين اللي بيساع جوزها، والحضن اللي بيداوي، والإيد اللي بتشيل. الحياة مش كلها فلوس، راحة البال وشريك يصون أحسن ألف مرة، وهي دي متعة الرحلة، متعة الرحلة مع الشريك الصح اللي دايما كتفه في كتفك، واللي على طول همه على همك، بيفكر فيك زي ما بيفكر في نفسه بالظبط، ويبقى مرتاح لما يشوفك مرتاح، عايز يشوف البسمة على وشك وخلاص، ويحس إن قلبك مطمن، مطمن بيه وبوجوده وبقربه وبحبه ليك وبخوفه عليك، والأهم إنه يكون مطمن وهو في حضنك. شكرا ليكم وإلى اللقاء.